العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إخوتي الكرام، أخواتي فضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقاتنا في برنامجكم في رحاب أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم. نعيش اليوم مع ثقافة الرحمة ونبذ العنف في صورة رائعة، ما أحوجنا إلى تفعيلها في هذا الزمان مع المسلم ومع غير المسلم. صورة رسمها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله عز وجل بقوله: رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وفي رواية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من النفاس ومن الشيء النفيس الغالي، عزيز عليه ما عنتم، بمعنى يعز على النبي صلى الله عليه وسلم العنت والتعب والمشقة الذي يحصل للمسلمين، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقف عند المسلمين والمؤمنين فحسب، كان عليه الصلاة والسلام رحمة عامة وشاملة للمسلم ولغير المسلم، للدواب وللعجموات ولكل ما خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى نادى به قائلا في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، يذكر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعونه على حق، مش على هوى أو مزاج تأخذ من سنته ومن حياته الشيء اللي يمشي مع هواك ومع شهواتك ومع رغبتك، وتترك الشيء اللي ما يمشيش وما ينسجمش مع ما في داخلة نفسك. الله سبحانه وتعالى قال عنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالم ولكل العوالم ولكل ما خلق الله سبحانه وتعالى. أحبابي، نقف مع خلق الرحمة ونبذ العنف في هذه الحلقة تحديدا مع غير المسلمين. نشوف نحن وللأسف من ناس تتسمى بمسميات إسلامية وتحسب نفسها على دين الله عز وجل، وتتحدث باسم الغيرة وباسم الدفاع عن الدين وعن العقيدة في قتل الناس المسلمين وغير المسلمين، في تشويه الناس، في قطع رؤوسهم، في التمثيل بهم، في تصليبهم، في رميهم في الشوارع وفي المزارع وفي الطرقات. يقتل الإنسان أمام الإبن وأمام البنت وأمام الزوجة، بل قد يقتل حتى أمام بيت الله، بل في داخل بيت الله عز وجل. ومن العجيب فعلا أن هذا القتل يحصل باسم الغيرة على دين الله عز وجل. أي دين هذا وأي شريعة؟ إذا كان رب الدين هو الرؤوف الرحيم، إذا كان نبي المرسلين وخاتم الأنبياء قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الله عز وجل يخاطب سيدنا محمد يقول له: ما أنزلت عليك القرآن وحللت الحلال وحرمت الحرام وجيت بدين الإسلام عشان تشقى أنت ويشقى الناس. الدين جاي باليسر، جاي بالرحمة، جاي برفع الحرج والضيق عن الناس. أقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو الدين الإسلامي. فأي أمر في عنف، في شدة، في قسوة، في إرعاب، في أذية للناس، في أذية حتى لغير المسلمين بغير حق، فهذا ليس من دين الله عز وجل. لا تحمله على الدين، لا تتحدث وتتصدر باسم الدين فتسرق أموال الناس باسم الدين، وتغدر بالناس باسم الدين، وتذبح الناس باسم الدين، وتطلق الرصاص على الناس باسم الدين، حتى ولو كان هذا من غير المسلمين. لأن الدين لله
وبالله وكما أراد الله عز وجل، إياك أريد بما تريد. تعالوا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طرد من بيته، طرد من أحب البقاع إلى قلب مكة، طلع من مكة اللي نشأ فيها وترعرع فيها ونزل عليه الوحي فيها وفيها صحابته وفيها مرتع الطفولة ومنشأ الشباب، باكيا ونظر إليها والدموع تغرورق بها عيناه وقال لها: يا مكة، والله إنك لأحب البقاع إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. آذوه، طاردوه، ضربوه، شوهوه، تكلموا في عرضه وتكلموا في سمعته وتكلموا في دينه، وسلطوا عليه العالم من المسلمين ومن غير المسلمين، من العقلاء ومن المجانين. طرد، طرد منه باكيا، ومع ذلك كان يوصي في الصحابة ويوصي في قادة الجيوش ويوصي في الفاتحين قائلا: إياكم أن تقتلوا امرأة أو شيخا كبيرا أو صبيا. في كل معركة وفي كل غزوة يوصي القادة قائلا: لا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا تقطعوا زرعا ولا تغوروا ماء تفسدوا ماء ولا تمثلوا ولو بكلب عقور. الله أكبر ولله الحمد. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه. إذا كنت أنا وانت والجميع فعلا ندعوا أن قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال الله سبحانه وتعالى في حقه في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قدوة في كل شيء، للزوج قدوة، للتاجر قدوة، للمقاتل في ساحة المعركة قدوة، مع الرجال قدوة، مع النساء قدوة، أعزكم الله مع البهائم، مع العجموات والسوائم قدوة، مع الأطفال رؤوف رحيم. كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، يجي الحسن والحسين ويقعدوا على ظهره ويلعبوا على ظهره، ما يرفعش من السجود حتى يتعبوا هم ويملوا ويمشوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيم مع العصاة، العصاة كان يجيه التائب ويقول له: يا رسول الله، لقد فعلت كذا وكذا وكذا، فيهون عليه ويذكر بالتوبة. المرأة اللي وقعت في الزنا وجاءت جنينها في يديها وقال لها: اذهبي حتى ترضعيه، اذهبي حتى تفطميه، جاءت بعد سنتين والطفل في يديها، ما سبهاش، ما تمش يحكي عليها في المجالس زي الناس اليوم لما يشوفوا على واحد معصية أو سيئة يحكوا: ألو يا فلان، وألو يا فلان، سمعت فلان اشدارت، وسمعت فلان اشدار، وتهويل وكذب وطعن وتشويه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت المرأة اللي زانية اللي مرتكبة الكبيرة بين يديه، ما قالهاش امشي، انت فيك وجه تحكي معاي، فعلة وفعلة وفعلة، تمشي يا قليلة الحياة أو كذا. مش هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لما جاءتها بعدين: اذهبي يا أمة الله حتى تضعيه، اذهبي حتى تفطميه، جاءت بعد سنتين تائبة. لما أقيم عليها الحد سبها واحد من الصحابة، شتمها، قال: بئس ما فعلت الزانية. ايش قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، بارك الله فيكم في الغيرة على دين الله عز وجل، اشتمها واشتم العصاة. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم في وجه هذا الصحابي مع أنها ارتكبت كبيرة. قال: والذي نفس محمد بيده لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يدافع عن المرأة ويعاتب في الصحابي. بل في رواية أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: والذي بعث محمدا بالحق إني لأراها تنغمس في أنهار الجنة. عمر كم تذموا عاصي، عمر كم تؤذوا مخالف الكم، عمر كما تقتلوا إنسان أنتم تنظروا فيه أنه مفسد، بكرة بعد بكرة ممكن يكون أقرب إلى الله عز وجل منك. جاء بشارب خمر للنبي صلى الله عليه وسلم فاشتم سيدنا خالد بن الوليد وقال: ما أكثر ما يجاء به. هذا دي ما يجيبوا فيه. إيش قال للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أحسنت يا خالد، فعلا والله ما صح وجه يشرب على طول 24 ساعة. قال له: يا خالد لا تسبه، فوالله ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله. سبحان الله يا رسول الله. يقال إن جابوه 50 مرة، رواية هذا الرجل هذا جابوه 50 مرة شارب للخمر للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالرأفة بالود بالحب اللي ساد به العالم كله، مش بثقافة القتل، مش بثقافة البندقية، مش بثقافة الإخصاء، قال: لا تسبه يا خالد يا سيف الله الشهير، فوالله إنه يحب الله ورسوله. صحيح هو يشرب الخمر، لكن انظر للمحاسن الأخرى في الناس، الناس تجد فيها العاصي
اللي يفعل ويفعل ويفعل، لكن عنده جوانب مضيئة، عنده جوانب طيبة. انظروا إلى محاسن الناس كما قال الله تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة. هذا الله سبحانه وتعالى، وهذه الرحمة، وهذه ثقافة نبذ العنف وتقريب الناس. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا. الناس اللي تقتل في الأجانب، اليوم تسمع قتلين أمريكي، قتلين فرنسي، خطفين كوري، خطفين هندي، بحجة الغيرة على الدفاع على دين الله عز وجل. من قال؟ أسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي نختم به هذه المساحة مع هذا النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، معاهد يعني إنسان غير مسلم دخل البلاد بعقد أمان، يشتغل موظف فني مدرس غيره، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، بنة الجنة لن يشتمها يوم القيامة. وانت بتمشي من الحديث هذا يلي مقدم نفسك على انك غيور على دين الله، ومانك عارف من الدين الا قطع الرقاب وقتل الانفس وتيتيم الاطفال وترميل النساء. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اسال الله عز وجل ان يحشرنا تحت لوائه وان يوردنا حوضه، وحتى نلتقي في حلقة اخرى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.